بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بقدم النداء والمقترح ده للحكومة السودانية وكل الأحزاب السودانية وكل أصحاب القرار ومتخذي القرار في السودان، كل الباحثين الأكاديميين والمهنيين، وأهم من ده كله الشعب السوداني كله بكل طوائفه، وصغير كبير رجل، كل إنسان إن شاء الله يفهم كلامي ده. وأتمنى كلكم توافقوا على المقترح اللي أنا داير أقترحه. طبعا السودان بعد الثورة العظيمة دي، وكل الناس أكدوا على أن السودان حصل فيه انهيار تام 30 سنة. السودان يعني حصل فيه انهيار تام في الخدمات الصحية التعليمية وغيره وغيره، وأنا ما حأستفيد في الكلام ده لأنه كلكم تعرفوه. أنا مقترحي بأنه يتم بأسرع فرصة ممكنة إنشاء مكتب أو نسميه إدارة أو نسميه وزارة، أنا بكون مبسوط لو بقى وزارة، لنقل المعرفة والتكنولوجيا للسودان من أجل تحقيق التنمية المستدامة. الكلام ده مهم جدا. ليه؟ لأنه نكون لاحظتوا في الستة أو سبع شهور الماضية دي أو قبلها، يعني حتى من أيام زمن النظام الإنغاز، كل يوم بنسمع بأنه في وفد، في مجموعة، في أطباء، مش عارف محامين، مهندسين غيره ماشيين السودان، وكل الناس طبعا غيورة جدا دار تساعد السودان. لكن للأسف معظم هذه المبادرات بتتكلم عن نقل المعرفة، نقل التكنولوجيا، نقل المعرفة، نقل التكنولوجيا. والإشكالية الكبيرة جدا هنا إنه نمرة واحد، ما في جهة مركزية في السودان بتمر عن طريق كل هذه المبادرات. يعني الليلة ناس علام ماشيين يعملوا مؤتمر، علام ماشي يعمل محاضرات، ناس ما بعرف المهندسين في الدولة الفلانية ماشيين يعملوا دورة، ماشيين يعملوا مؤتمر، باحثين من وين ما بعرف، مجموعات خيرية، ناس دارين يمشي يودوا قروش، ناس دارين يمشي يساعدوا مستشفى، ناس دارين يبنوا لون مدرسة. فبقى في خلط كبير جدا وما بتقدر تعرف شنو الحصل وشنو ما حصل. يعني ناس دارين يمشي يساعدوا مستشفى في الحلة بتاعتهم ومدينتهم، طيب الدولة مفروض تكون عارفة عشان تقدر تاخد في سياستها، تقول والله المستشفى دي الناس دي دارين يساعدوها، هل معنى كده أنا مش أخليها مش أساعد غيرهم؟ لأنه أنا ما عندي إمكانيات كبيرة. نمرة اثنين، مرات بيكون في تفاصيل مهمة دقيقة، أنا دار أساعد مستشفى، دار أساعد مرضى. ذي تذكروا زمان أيام الحملة بتاعت أيام الثورة، الحملة بتاعت المستشفيات، لما الناس قامت بالحملات بقى يجيبوا ناس مرضى في المستشفى ومريضة وصور ناس ما صحيحة وغيره وغيره. فكل شيء عنده أدبياته، عنده قوانينه، عنده إرشاداته بيتعامل بها، دي واحدة. فممكن يكون عندنا كل يومين نسمع بمؤتمر، بويكشوب، بما بعرف ناس ماشيين يساعدوا في الشمالية، في الغرب، في غيره، والمحصلة النهائية ما نقدر نعرف ذات شنو. واحد. نمرة اثنين، ممكن يحصل دوبليكيشنز، يعني يحصل يعني الكلام يتكرر مرتين. أنا حديكم مثال، أنا السنة الماضية عملنا مؤتمر مع الأمم المتحدة وكان مهم جدا جدا، وحتى كنا حريصين جدا إنه يدعمل، لكن في نهاية الثورة، وكان الثورة بنذكره في ديسمبر، وكان في قرار ما يدعمل ما يدعمل، لكن المؤتمر كان بيتكلم عن شنو، عن الشراكة ما بين القطاع الخاص والعام. والمؤتمر ده يتعمل ويسجل ويصور، وشاركت فيه القطاع الخاص مثلا ناس حجار وما بعرف ناس الشركات الكبيرة كلها شاركت فيه. بس أنا سمعت قبل فترة بسيطة إنه في مؤتمر تاني يتعمل. طيب ما المؤتمر الاول اتعمل ومشينا احنا جنيف والمؤتمر اتعمل على لارج سكيل. امسك الصحه، كل يومين تسمع بمؤتمر صحي في الكلى، ما بعرف شنو، ما بعرف الاطباء من امريكا، من بريطانيا، من الامارات، من غيره. في جماعه يعني حاجات بتتكرر اكثر من مره ونحن ما عارفين، ما في زول عارف. يعني ناس تركب الطيارات وتسافر وتخسر القروش دي كلها، وفي النهايه يكون الشغل اتعمل قبل كده. طيب دي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه والمهمه جدا، وانا حاولت اتناقش واوضحها ل عدد كبير من زملائي وأصدقائي، بالذات الأطباء والمهندسين، قلت لهم يا جماعة نقل التكنولوجيا ونقل المعرفة دي علوم، this is our science يا جماعة. زي ما أنت بتمشي تقرأ الطب وتتخصص في الباطنية أو في الجراحة أو في القلب، أو أنت مهندس تتخصص مثلا في renewable energy، تتخصص في electromechanics، تتخصص في كده، في ناس بيمشي يقروا حاجة علم عديد في الجامعات اسمه technology transfer أو knowledge transfer. فالناس دي يا جماعة في العلم ده بندرس الطلبة شنو يا جماعة، بندرسهم أساسيات النوليدج شنو، ما هي التكنولوجيا اللي بنتكلم عنها، المودلز اللي بنقولوا بها المعرفة دي للسودان شنو،
الاطر او الاطار شنو؟ يعني مثلا في نقل التكنولوجيا ما بس نمشي بكره علام بكره يقولوا نقلنا تكنولوجيا، ما بتنقل كده. او المهندسين يمشي يقول لك دارين نمشي ننقل تكنولوجيا بخبراتنا. في خلط ما بين الخبرات وما بين التكنولوجيا اللي دارت نقولها، في جوطه شديده حاصله. فمثلا اللي لما نيجي ننقل تكنولوجيا للسودان مثلا، مفروض نمره واحد في قالوا التكنولوجيا جاي من برا انتاجيتها كده، والتكنولوجيا جوا السودان مثلا انتاجيتها كده. في حاجة اسمها هنا التكنولوجي جاب، في جاب نعرفه الجاب ده قدر كيف، طوله متر طوله مترين. يعني مثلا زمان انا لما عملت الدكتوراه بتاعتي الدراسة عملتها في مشروع الجزيرة، وزمان كان بيقولوا الناس في جاب ما بين المزارع والباحث في هيئة البحوث الزراعية. انا لما جيت درست قلت لهم لو فرضنا الجاب مثلا المزارع بيجيب قول 10 شوالات في الفدان وبتاع البحوث بيجيب 20، انتوا بتحسبوا الجاب على انه كم؟ 10. جينا اكتشفنا في الماجستير والدكتوراه بتاعتي هنا انه الجاب ده اكتر من 10، لانه قلنا لو المفروض تقارنوا روحكم بالانتاجيه البرة. فلو لقينا المزارع في بريطانيا بيجيب 20 شوال او 30 شوال، البحوث بيجيب 20، المزارع بيجيب 10، يبقى الجاب هو 30 وليس 10 او 20، او 20 وليس 10 او 20. في حاجه ثانيه بنتكلم عنها انه في موديل سوفت ترانسفير، الترانسفير ده ما بيحصل ساي، عنده يعني سياساته وقوانينه، عنده الزمن بتاعه، يعني زمن تنقل فيه تكنولوجي، احنا بنسميه التايم كونسيدريشن. بتيجي حته مهمه جدا اسمها مثلا الاند يوزر كونسيدريشن، اللي هي انك لازم تكون عارف تماما الشخص اللي عايز تنقل له وانت ما عارف ولا التكنولوجي ده امكانياته شنو، بيفهم شنو. هل هو اساسا في مشروع الجزيره بقول لهم ازرع في اليوم الفلاني؟ زمان انا فتحت مشروع الجزيره المزارعين بيقول لك عارفين، قال له نزرع في اليوم الفلاني، لكن ما بنقدر نزرع يوم 15/10 لانه المويه ما بتصلنا، المويه ما بتصل. يبقى انت ما ممكن تتوقع يجيب انتاجيه انت ما وصلت له المويه، وهكذا. فعشان كده يا جماعه نقل التكنولوجيا ونقل المعرفه دي علوم اتمنى كل زملائي وزميلاتي اللي هم ما درسوها، بالذات الاطباء المهندسين الناس اللي درسوا اداب الناس الفنانين الغيره، ما اي حاجه يا جماعه انتم بتعملوها هي تكنولوجي ونوليدج ترانسفير. كونكم تمشوا السودان بكره وتمشوا غافله وتودوا ادويه وتمشوا المستشفى، ما معنى كده انتم نقلتوا تكنولوجيا ونقلتوا او نقلتوا معرفه. جزء منها يس، لكن في اشياء ما مكتمله. عشان كده انا بناشد الدوله الاحزاب كل الشعب السوداني انه يقيف حول انشاء نسميها وزاره او نسميها مثلا وكاله او نسميها مكتب الغومي لنقل التكنولوجيا والمعرفة، نسميها الوزارة الغومية لنقل التكنولوجيا والمعرفة. ونحن مستعدين نقدم لها كل الخبرات في المنظمة العالمية للتنمية المستدامة وفي منصة الاستدامة للمعرفة، نقدم لها كل الخبرات الفنية. وقبل كده طرحنا الكلام ده أكثر من مرة، نحن عن كل خبراتنا الفنية بنعرف نقدمها إنه تتكون هذه الوزارة أو الوكالة دي، ويتعين لها الناس اللي بيعرفوا فيها شغل فيها، يدعينوا لها باحثين، يدعينوا لها ناس من إدارة الاستثمار. لأنه مثلا نقل التكنولوجيا عنده علاقة في العلم أن احنا بنقرأه هنا وبنقرر الطلبة بالاستثمار الأجنبي الفورين دايركت انفستمنت، عندهم علاقة. أسأل وسألت مثلا معظم الناس اللي ما درسوا بيزنس أو إيكونومكس ما بيعرفوا العلاقة دي، في علاقة كبيرة جدا ما بين نقل التكنولوجيا والاستثمار الفورين دايركت انفستمنت، الاستثمار الأجنبي في البلد دي ما بيعرفها إلا زول درس إيكونومكس أو غيره. فأنا أتمنى هذه المناشدة تلقى الصبورت منكم كلكم، وأنا على استعداد وكل الناس اللي أنا معاي غير سودانيين مستعدين نقدم استشارتنا. وتكلمنا أوردي، وصلنا الكلام ده لليو إن دي بي لأسل يونايتد نيشن ديفلوبمنت بروجرام، وشرح لهم وجهة نظرنا واقتنعوا بها وعجبتهم جدا، وأنه المفروض يكون في وحدة واحدة في السودان تمر عن طريقة كل ما يسمى معرفة وتكنولوجيا. وأنا بقترح إنه أي بأسرع فرصة إنه الحكومة تكون هذه الوحدة، عشان أي شخص كفرد أو كمجموعة دارين يودوا أي شيء للسودان كان معرفة ولا كان تقنيات أو أفكار تمر عن طريق هذه الوكالة، والوكالة دي يكون فيها ناس متخصصين وفيها ناس مستشارين وعندها خبراء، وندربهم نوريهم يعني شنو تكنولوجي ترانسفير، نقول لهم والله إطار نقل المعرفة والتكنولوجيا فيه 6 أشياء لا بتعرفوها كلها، ويكون بعد ده مضمن إنه نحن ما بنخسر دوبليكيشنز، نحدد الأولويات. يعني مثلا أديكم مثال، قالوا زمان صديق قالوا قبل كده جاء وفد أطباء ماشي للسودان
وسايقين معاهم اثنين جراحين بتاعين قلب. وقالوا وكيل وزارة الصحة قال لهم يا أخي أنا والله أفضل حاجة تعملوا لي القصة دي في الخرطوم. قالوا لي إحنا دارين نمشي لغالين برا عشان لغالين ما فيها مستشفيات. قالوا وكيل وزارة الصحة قال لهم أنا بفضل في الخرطوم لأنه أكبر فائدة ممكن استفيد منكم في الخرطوم لأنه عندي أنا ملايين في الخرطوم. ففي نقاشات زي دي داير فهم صحيح لأنه يمشوا هل نودي طبيب أو أخصائي بتاع جراحة قلب نودي الخرطوم ولا نودي الأماكن النائية؟ نودي الأماكن النائية، الأماكن النائية الأمراض اللي فيها شنو؟ الليلة الأمراض المستوطنة في كسلة ما زي المستوطنة مثلا في الخرطوم. الزراعيين بعدين نقل التكنولوجيا شايف كله بيصهر بس مهندسين ما بعرف أطباء أكتر حاجة. ليه يا جماعة؟ الإطار بتاع نقل التكنولوجيا والمعرفة ده لازم يدخل فيه كل الناس، اقتصاديين، زراعيين، سياسيين وغيره وغيره. فأنا أتمنى إنه الناس تنشر هذا الفيديو وتوصلوا لمتخذي القرار في السودان، وأنا على استعداد، هتلقوا حياتي مكتوبة تحت، يتواصلوا معي أو مع مساعديني هنا. وشكرا جزيلا.